أهلا وسهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج بالبونت العريض، فيها نحلل أبرز ما جاءت به الصحف الصادرة لهذا اليوم. ننتقل مشاهدينا مباشرة إلى عناوين الصحف الصادرة لهذا اليوم، ونبدأ بصحيفة أخبار اليوم وماذا جاءت على صدر صحيفتها، حيث كتبت على صدر صحيفتها: قوات مكافحة الشغب تفرق بالقوة تظاهرات مليونية 30 من يونيو ومواكب بعدد من مدن السودان. وعلى صدر صحيفة الوطن: حمدوك يشيد بحماية الشعب للثورة. أما على صدر صحيفة السوداني: صلاح مناع من يتحدث عن إغلاقنا للإنترنت؟ هذا كلام غير صحيح ومجاف للحقيقة. وعلى صدر صحيفة النيل الدولية: السلطات توقف 79 من كوادر النظام السابق وتلاحق خلية مسلحة. أما على صدر صحيفة وكالة السودان للأنباء: مجلس السيادة يشكر المجتمع الدولي على إعفاء ديون السودان الخارجية. وعلى صدر صحيفة صوت الشمالية: لجنة إزالة التمكين بالشمالية تلاحق فلول النظام البائد. وعلى صدر صحيفة هلال الرياضية: الهلال يعود للتدريبات اليوم بملعبه استعدادا للأرسنال. إذن مشاهدينا، كانت هذه عناوين الصحف الصادرة لهذا اليوم، وننتقل مشاهدينا إلى عمود اليوم، حيث كتب الصحفي عبد المنعم شجرابي: سنة حلوة يا جميل، لا أقول أطفأت الرابعة، بل لأنني مع الإيقاد أقول أوقدت قناة الهلال شمعتها الخامسة ساطعة متلألئة. بحساب العمر، فعمر القناة الآن عمر شفع الروضة، وبحساب العطاء فالعطاء يحسب لها بالدقيقة والثانية. وما أجزله رياضيا وثقافيا وتثقيفيا وسياسيا واجتماعيا وأدبيا وترفيهيا ودينيا وإرشادا ومعرفة. 4 سنين والشاشة الزرقاء كابة ومدفقة، تبث، تنقل، تشارك، تبتكر، تبدع، تعطي، تجدد وتعيد، وتشد الأعين وترفض للأيادي الماسكة الريموت التحرك من ترددها وتبقيه عليها. 4 سنين واليوم سنة، والقناة الزرقاء منحازة للاستمرارية وكثير غيرها انتهى وغادر الفضاء والأرض معا. 4 سنين وفضائية الهلال لا تتأخر ساعة عن سداد رسوم القمر لتبقى قمرا بالبث والالتزام معا. 4 سنين وقناة الهلال بجمال الصورة والصوت. 4 سنين والرسم البياني للأداء يرتفع ونسبة المشاهدة تزيد لتزداد، والقناة لا تتثاءب والمشاهد لا يغمض عينيه. 4 سنين والكاميرات على الكتوف تجول وتتجول، والمايكات في الأيادي، والكلمات تخرج من الأفواه منمقة ممسوقة، والحضور عال والجمال أعلى، والحلوين يزداد حلاوة. 4 سنين مشاهدة وشوف، ومن شاهد ليس كمن سمع. 4 سنين تسير يومي بالدولار الحار والجنيه السوداني المتقلب الأطوار، وكل تقنية حديثة تأتي بها القناة تلحقها بتقنية أحدث في سباق حداثة لا ينتهي. 4 سنين من شاشتها الصافية كالبلور، شفنا وشافونا، وكان واجب أن نقول شكرا، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. وفرض الواجب علينا أن نشارك في إيقاد الشمعة الخامسة عبر تلك الاحتفالية الرائعة التي شارك فيها نجوم وبدور ورموز من كل المجالات، فتمازجت روعة الزمان والمكان والإنسان ليخرج عصير الكلام. سنة حلوة يا جميل وسقف الإبداع مفتوح، سنة حلوة يا جميل، والجميل أصلا
جميل، سنة حلوة يا جميل، والعودة للأرشيف من المشاهد مرغوب. سنة حلوة يا جميل، والجميل أكيد راغب في المزيد من الجمال. سنة حلوة يا جميل، والمتوفر لديك لا يملكه الآخرون. سنة حلوة يا جميل، والمشاهد واثق من احتفاظك بنقاط التقدم وأمتار التفوق للمزيد من التقدم والتفوق. سنة حلوة يا جميل، لأنك حتكون الأجمل، والتهاني والتبريكات أرسلها من الخفير أو الغفير للمدير والمالك والمشاهد. سنة حلوة يا جميل، لأنك الأجمل والأروع والأحسن والأفضل، وكما كنت ستكون. كل ثانية والقناة الزرقاء بألف خير. إذن مشاهدينا، كان هذا عمود اليوم للصحفي عبد المنعم شجرابي، وسننتقل إلى الفقرة التحليلية ولكن عقب هذا الفاصل.